بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بهذا النظم في علم الفرائض. أولا أخواننا، يعني سبحان الله، بعض الطلاب يقول أن هذا العلم صعب. لماذا صعب؟ كيف تقول صعب والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ثم صعب هذا العلم ممكن بإذن الله تعالى إذا اجتهدت في أسبوع واحد ينتهي العلم. وأنا أقول للطلاب عندنا في معهد الحرم، أقول هذا العلم يعني سبحان الله علم سهل جدا، لو كان صعب ما كان، قلت ما وجدوا مدرس يدرس الفرائض إلا أنا وأحضرون إليكم، لأنه علم سهل ما يحتاج إلى مدرس أصلا. والله أخواننا الذي يعرف جدول الضرب أي كم إلى أربعة يستطيع أن يمشي في الفرائض، سهل جدا، فقط يحتاج إلى قليل من الحفظ، تجتهد في أول يوم تحفظ فكل حافظ إمام وانتهى العلم. حفظت بعض المسائل انتهى هذا المسائل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني بعض المسائل يعني تحل على المنبر، وقيل هذا عن علي رضي الله عنه، حل بعض المسائل وهو على المنبر يخطب حل المسألة، ما تحتاج إلى كتابة حتى أحيانا، بعض المسائل لا تحتاج إلى كتابة أصلا، مجرد ما تسمع المسألة تنتهي. شيخنا الشيخ عمار رحمه الله تعالى التقى بالشيخ بن باز رحمه الله الجميع، فقال الشيخ بن باز للشيخ عمار، قال الشيخ عمار ايش تدرس؟ قال يدرس الفرائض والنحو، هو يدرس كل شيء. هذا من تواضع، قال للشيخ، قال طيب مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، مباشرة الشيخ سأل يدرس فرائض أجب. فضحك الشيخ عمار، قال لماذا تضحك؟ قال يا شيخ مسألة بسيطة، قال أجب، قال البنت النصف، بنت الابن السدس، والباقي للأخت الشقيقة عصب مع الغير. قال الله يبارك فيك يا عمار. الآن في ترجمة بعض العلماء مثل هذا، الآن ترجمة البرهاني، في ترجمة إيش يكتبه؟ الفرضي. سبحان الله، تقول فلان ابن فلان ابن فلان، الفقيه الفرضي. وبعض الناس على ما سيأتي الآن، قال نصف العلم، قال أنا أطلب نصف العلم الحمد لله، والنصف الثاني أتركه لكم. فعلم سهل جدا، لكن إيش يحتاج؟ تبحث عن الأموات، لأن إحنا شغلنا مع الأموات، هنا اشتغل مع الأموات، فتبحث عن الأموات. ولهذا بعض الفقهاء يقول يعني من الخطأ تعليم الزوجة علم الفرائض، إشكال كبير، لأن لو علمت الزوجة علم الفرائض ماذا تصنع؟ أول تركة تحسبها تركتك أنت، لا، علمها حسن العشرة كذا، عرفت؟ أي نعم. فهذا العلم يا أخواننا سهل جدا، لكن حفظ أشياء يسيرة في أول العلم إذا انتهى العلم لا إشكال فيه. علم وبعضهم قال نصف العلم تحصل في أسبوع، ويكتب في الترجمة فلان ابن فلان الفرضي، والله نعمة أخوان. لكن بعض الشباب هدانا الله إياه ما يريد يدرس هذا العلم، لابد من كتابة حل مسائل الرياضيات. الآن ما يمكن تدرس نظري، لابد عملي، لابد تطبيق، لابد سبورة، لابد كتابة، مفهوم؟ بهذا تستطيع أنك تمشي. أي إنسان توفي، تعال ترك من كذا 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 كذا. عندنا بعض من يعني متقن، من هو متقن في هذه الأيام في الفرائض، سبب الإتقان تركه لمن؟ لوالده، لجده، احتاروا في هذه المسألة وبدأ يدرس حتى حل المسألة التي تخص يعني هذا الرجل العالم، مفهوم أخواننا؟ نعم. وفي بعض الدول، يعني في بعض الدول في بعض التركات يعني
تقسيم التركة مال، أي نعم يأخذ عليه مال بعض البعض. الأصل الله على أنا لا أدري، نحن عندنا الآن الأصل أنك تقسم، لأن فتوى، وجاك إنسان استفتيك استفت الشيخ قل تدفع كذا، لا فتوى أفتى والحمد لله، جاءه شيء الحمد لله، وإلا عوض الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ في بعض من يقسم التركات عندنا، المهم عندهم تركة فيها مناسخات، يمكن يقال فيها حال 40 ميت، كل ما يقسم التركة رجل ويرفع، يعني يسموه شباك الإرث، يرفع هذا الشباك إلى المحكمة عندنا، القاضي يرد. القضاء عندنا في الغالب يعني إذا كانت المسألة طويلة ما يقسم، يرجعها إلى المتخصصين في التقسيم، فالقاضي يرجع يقول خطأ، ورثة تعبوا، فقال الشيخ قسمها أنت، قال أنا ما أقسم. القاضي المهم جاءوا لأحد يعني المعروفين قسم التركات وقالوا تقسم لنا التركة، قال لي قيراط. يعني المسائل ستأتي، أي مسألة نرجعها إلى 24 قيراط، هذا يريد كم قيراط له، ويبقى 23 قيراط للورثة. قالوا قسم على هذا المبدأ، لي قيراط والباقي لكم. والله أقسمها قسمة رئيس المحاكم لا يرد لكم هذه القسمة، قسمها وأخذ القيراط والحمد لله رب العالمين. فأخواننا، الشيخ ذكر أن ترك هذا العلم ضلال، على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية، يبين الله لكم أن تضلوا. تعال إلى المحكمة، يعني كيف ضلال؟ أنا أقول لك، تعال إلى المحكمة، أغلب القضايا اسأل أكثر العوائل، المشاكل عندكم من أين أتت؟ قال أخوي أخذ أموالي، ما وزع تركة، أخذ البيت، أخذ السيارة، قتل. يحصل بسبب الإرث أكثر المشاكل في العوائل بسبب قسمة التركات، يؤخره وهذا يأخذ وهذا لا يأخذ، وظلمني وقع وقع وقع. وأكثر ما يكون أيضا في هذه الأيام يعطي الرجال ولا يعطي النساء، صحيح على ما كان عليها الجاهلي، وقال هذا كيف نعطيها؟ إيش كيف تعطيها؟ قال زوجها ينفق عليها، طيب هذا مال من حقه، قال لا والله ما نعطيه الغريب. وغريب بعض الناس في هذه الأيام يحرم بعض الورثة، يقصد هذا. طيب في آيات والله سبحانه وتعالى تولى قسمة التركات بنفسه، لا يقول أنا ما أريد فلان يرث مني، عجب، وأنت لا تدري لعلك ترث أنت، صح؟ أنت ما تدري من يموت قبل الآخر. أحد التجار عندنا الأثرياء تزوج مرأة وأنجب منها بنت، ثم طلقها وحصل إشكال، ثم تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين. الولد الإشكال عندنا هنا غير العرف، العرف عندنا ذكور 2 أبناء، وكان يعني لا يحب هذه البنت، فكتب كل ما لديه من أملاك بأسماء الذكور حتى يحرم البنت، هو ما يكلمها أصلا، قاطعها. سبحان الله، يقدر الله أن هذه البنت تموت، وبعد أيام من الوفاة جاء زوج البنت مع الأولاد إلى هذا الرجل الثري وقالوا هذه تركة البنت قسمت، وهذا نصيبك منها 4000 ريال سعودي. 4000 ريال سعودي، هذا ملياردير. أخذ يبكي وقال سبحان الله، أنا توقعت أنها ترثني وأردت منعها من الأرث، والآن أنا أرثها، لا خذوا. إخواننا، أمر كتبه الله لابد نمشي عليه، ليس فقط في الفرائض، في كل شيء نحكم الشريعة، لأن إذا تركنا تحكيم الشريعة كان الضلال. نعم،
نبدأ إذن بالدراسة، ولا بد أنك يعني تتفائل أن هذا العلم سهل ويضبط بإذن الله تعالى. الله عندنا يعرف الشيخ سعيد من الطلاب من يطلب هذا العلم صغير يعني أحيانا 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات ويضبط. يمر هذا الصغير عندنا بالحلقة بالطلاب، يمر تجد يعني هذا يعني رجل في لحة الشيب وكذا حل، وهذا يأتي وينظر هكذا فيه، فهذا الكبير في السن يقول ولد امشي، يقول امشي وين؟ خطأ، يقول امشي امشي، يقول هذا خطأ، حلك خطأ، يقول امشي انت ما تعرف شيء، يقول انا ما اعرف شيء، انت اللي ما تعرف شيء، هذه خطأ. والله عندنا هذا الطالب الصغير يقسم تركات والله. طبعا احنا يعني تعويد ما في اشكال، تعود الطالب كذا يضبط العلم، ما يعرف صغير وكبير صح، يعرف ضبط، فإذا ضبط العلم انتهى العلم الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال البرهاني رحمه الله في القلائد البرهانية: بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، واستئناسا بحديث وإن كان يضعفه البعض. نعم. قال: محمد هو البرهاني، حمدا لربي منزل القرآن. حمدا لربي، يحمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل العلماء هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، منزل القرآن، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإثبات أيضا العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. الواحد الفرد القديم الوارثي وشارع الأحكام والمواريثي. هذا يسميها العلماء براعة استهلال، يعني في أول الكلام يتكلم بمقدمة تشير إلى محتوى الموضوع الذي سيذكر. واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، قد تقدم معنا أن ليس من أسماء الله القديم، ويخبر عن الله سبحانه وتعالى لا بالقديم، لكن الأولى أن نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا قد تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى تولى قسمة التركات بنفسه. عندنا في القرآن 3 آيات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا مجمل الأدلة تقريبا، يعني 3 آيات من القرآن وتضيف إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. سهل جدا، يعني تحفظ هذه الآيات كالمقدمة. نعم. امشي. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. نعم. الآل هم الأتباع على الدين، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، والصحب جمع صحابي، وهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. نعم. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. نعم. كل صاحب فن يزكي لابد هذا الفن، فعلماء الفرائض يقولوا هذا أفضل علم، وعلماء النحو يقولوا كذا، أوجب الواجبات ولابد كذا، فالنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم، وعلماء التجويد من لم يجود القرآن آثم. ولكن يا أخواننا أول شيء التوحيد، وجزا الله خيرا الشيخ ذكرنا بهذا الإخلاص، لأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. نعم. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. أشار بهذا الكلام لما روى الحاكم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن ويختلف الرجلان في الفريضة، فلا يجدان ما يفصل بينهما. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لم يثبت في هذا العلم
أنه أول ما يفقد، أول ما يفقد نسأل العافية والسلامة القرآن، والقرآن فيه فرائض وفيه غير الفرائض. فأخواننا العلم هذا ثبت له فضل وآيات نزلت فيه، والله سبحانه وتعالى قسم التركات بنفسه. نعم، ففضل العلم معروف. نعم، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. نعم، قلنا هذا ضعيف. نعم، وفيه والعلوم كلها تفقد نسأل العافية والسلامة. نعم، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. يقول فيه مذاهب كثيرة، الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا باشتغالهم بعلم الفرائض. نعم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ مذهب زيد رضي الله عنه، الصحابي الأنصاري من بني النجار، من أكابر علماء الصحابة المعروف باشتغاله بعلم الفرائض. لماذا تأخذ مذهب زيد رضي الله عنه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ مذهب زيد موافقة له في الاجتهاد، لأن الإمام الشافعي إمام مجتهد لا تقليدا، مفهوم؟ وهذا المؤلف شافعي المذهب، مفهوم؟ إذا هذه البرهانية وكذلك الرحبي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى. نعم، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، يعني لا تقليدا، أخذ بقول الإمام زيد رضي الله عنه موافق له في الاجتهاد لا تقليدا. نعم، وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. نعم، هذا تزكية صح؟ كيف يزكي هذه المنظومة؟ سبحان الله، هو يريد يبين لك من يقول أن هذه تزكية، لابد يبين، يقول هذه منظومة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا بيان للواقع. نعم، بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. نعم، اختصرها، ولهذا كانت البرهانية عند البعض أفضل من الرحبية لأن أبياتها أقل، مفهوم؟ بل هو رحمه الله تعالى ذكر أشياء لم تذكر في الرحبية، وسيأتي ننبه عليه إن شاء الله تعالى. نعم، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. نعم، الآن بعد أن ذكر المقدمة حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم ولماذا اختار مذهب زيد رضي الله عنه، قلنا بين أن هذه منظومة مختصرة وكذا، والآن بدأ يدعو رحمه الله، قال والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. نعم، آمين آمين. قال رحمه الله مقدمة، هذا الكلام الآن من البرهاني مقدمة وكذا، أظن لا، يعني هذا التبويب حقوق المتعلقة بالتركة وباب، هذا ليس من المؤلف، مفهوم؟ لأنه أكثر من ينظم ما يذكر التبويب، لأن التبويب يقطع عليك وأنت تقرأ الآن نظم يقطع عليك، فالتبويب هذا ليس من المؤلف، امشي مباشرة من دون تبويب. نعم، يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى. واحدة واحدة، يسمي الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الكلام الأمور المتعلقة بعين التركة، الأمور متعلقة بعين التركة، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله، وانتهى الباب، هذا كامل. أول ما يبدأ به في المال تدريه من ماذا؟ من تدوم في مقاله. إذن خلاصة هذا الباب كلمة إيش؟ تدوم كلمة تدوم، وانتهينا، انتهى الدرس. مفهوم الشيخ؟ العلماء رحمهم الله تعالى يسروا لنا العلم وألفوا المؤلفات، بقي معنا أن نسير على هذا الطريق. تدوم، إيش معنى تدوم؟ تجهيز ديون صح؟ التاء تجهيز، تدوم، تاء تجهيز، دال ديون، واو وصية، ميم
ميراث وانتهى الأمر. هذا الترتيب يا أخوانا، ما يحتاج تكتب مرة واحدة انتهى تدوم. خلي البيت يا رجل، مفهوم؟ أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. تدوم أولا نأخذ من المال الميت ماذا؟ تجهيز، مؤن التجهيز بالمعروف، من شراء كفن مثلا، أجرة حفر قبر أو ما إلى ذلك، خلاص. لكن بالمعروف، يعني الكفن عندنا في كفن مثلا ب200 ريال، وفي كفن ب100، وكيف كفن ب300، نأخذ أبو 200 وسط بالمعروف متعارف عليه بين الناس، لا إسراف ولا تقتير، تمام. إذا جهزنا وكفلنا، أخذنا الآن بعد عمر طويل في طاعة الله، من؟ الشيخ سايد، قولوا آمين. توفي الشيخ سايد، المهم بعنا الأشياء، النظارة وكذا والسيارة وكذا، جمعنا التركة. التركة كم؟ والله قال التركة 6000. طيب 6000 ريال، أخذنا التركة. الآن جاءنا الشيخ قال نريد نشتري كفن، أخذنا من 6000 كم؟ 200 ريال، اشترينا الكفن، تمام، تجهيز. ثم بعد هذا ايش نصنع؟ الديون. الديون عندنا تنقسم الى قسمين، معلقه ومرسله. معلقه ومرسله، المعلقه يعني مثل الرهن الان، لان هذا دين موثق، فالتركه الان معلقه عندنا، ما نستطيع الحصول على 6000 هذه حتى نفك الرهن، فهذا دين يسميه العلماء دين معلق، نبدأ به أولا بالدين المعلق. كم؟ قال أخذ من فلان 800 ريال برهن، فدفعنا 800، بقي كم؟ 5000. دين مرسل الثاني، دين معلق انتهينا منه، الآن دين مرسل. الدين المرسل قسمين، دين لله ودين للآدمي. كيف دين لله؟ عليه كفارات أيمان ونذور، كم؟ 500 ريال. وعنده دين لفلان 500 ريال، بأيهما نبدأ؟ بدين الآدمي أو دين الله سبحانه؟ المسألة فيها خلاف. قالوا لأن دين الله سبحانه وتعالى حق الله مبني على العفو، وحق العباد مبني على المشاحة، بخل، ما يسامح، مفهوم؟ نعم، ما عندنا إشكال الآن لأنه في تركة الحمد لله، لكن لو لم يبقى شيء من التركة أيهما نقدم؟ قول أننا نحسب والتركة مع الدين وتنقص الجميع بالتساوي. كيف؟ قلنا هذا 500 أو هذا 500، اعتبر أنه تركة سائد الآن 500 ريال، والديون كم؟ 500 و500 1000 ريال، مفهوم؟ طيب إيش نصنع؟ ننقص هنا وننقص هنا، أو مثلا الآن هذا يطلبه 1000 ريال وهذا يطلبه 1000 ريال، خلاص. التركة كم؟ لا لا لا، التركة الجديدة الآن 500 ريال، فهذا يقول أعطوني 500 وأنا أمشي وخلي الثاني يضيع ما له شيء، والثاني يقول أعطوني أنا، أقول لا، النقص الحقكم بالجميع. فإيش نصنع؟ نأخذ المال فوق على مجموع الديون. المال كم؟ 500، والتحت كم؟ 2000، صارت كم الآن؟ ربع، صح؟ إذن هذا يأخذ ربع ما يستحق 250، وهذا يأخذ ربع ما يستحق، سهلة جدا، مفهوم؟ تمام. إذن الدال ديون معلقة ومرسلة، المرسلة لله وللآدمي. بعد هذا ماذا؟ الواو الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، تضبط هكذا، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. آخر شيء عملنا نحن، مفهوم؟ الميراث. نعم، يبدأ أولا بما تعلق بعين التركة، هذا عندهم، وإحنا مشينا على
ما رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تدوم، تجهيز ديون وصية ميراث، لكن هنا لا. نعم. قال رحمه الله: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة. قلنا هذا الدين المعلق. نعم. فيبدأ هم عندهم تدوم، لكن قبل التاء الدين المعلق، ثم التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الميراث. مفهوم؟ نعم. به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسلي. خرج هو على المسألة قليلا، يعني استطرد في تجهيز الزوجة. الزوجة الآن، تجهيز الزوجة على من؟ قال على الزوج، وهذا من باب الإحسان لها. مفهوم؟ نعم. تفصيل هذه المسائل يعني هذه نرجع إلى كتب الفقهاء. نعم. وهذا من الإحسان لها أن يكون التجهيز على الزوج. نعم. ثم هي تموت والحمد لله، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. نعم. ثم الوصية بالثلث فأقل، هذا قلنا إحنا، قلنا الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. نعم. لأجنبي يعني الغير وارث، ليس بأجنبي يعني غير كويتي. نعم. قال رحمه الله: ولإرث ما فضل، هذا الباقي الميراث آخر شيء. نعم. قال رحمه الله: نترك الكتب أنتم، لو تتركوها أحسن. نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. أسباب الإرث أترك يا شيخ الكتاب. الآن واحد يسأل يقول: كيف أذهب مكة؟ قال: مكة ترى لها ثلاث مداخل: مدخل عن طريق الرياض، ومدخل عن طريق المدينة، ومدخل عن طريق جدة. ما تستطيع الدخول إلى مكة إلا من هذه الطرق. مفهوم؟ تمام. السعودية الآن، السعودية الكويت، تقول السعودية الكويت كم مدخل؟ مدخلين؟ الحمد لله. تقول مدخلين، ما تستطيع الدخول إلى الكويت إلا إما عن طريق منفذ كذا أو منفذ كذا، صح؟ تمام. إذن هذا الطريق السبب، أريد أصل للكويت ما أستطيع الوصول إلا عن طريق المنفذ الأول أو الثاني، صح؟ طيب الآن أريد أرث من الشيخ سعيد، لازم يكون لي مدخل. المداخل قالوا ثلاثة للإرث: نكاح ولا نسب. اترك الكتاب يا رجل، كم مدخل؟ ثلاث مداخل. إذا أردت أن ترث من إنسان لابد يكون لك طريق من ثلاثة طرق: نكاح، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، لأن عقد الزوجية عندنا باطل. يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج. انتهينا الآن، هذا الأول السبب. جاءتنا مرأة وقالت: أريد أرث من فلان، عندك سبب؟ قال: نعم. من أنت؟ قالت: زوجة. عقد الزوجية صحيح؟ قالت: نعم. إذن ترث. هذا الأول. الثاني الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، يرث به المعتق. كان لديك عبد وأعتقت هذا العبد، فأصبحت أنت مولى معتق. مفهوم؟ ينسب هذا العبد إليك، مولى فلان. فإذا مات العبد بعد العتق ترث أنت، لأن أنت صاحب فضل ونعمة عليه. لكن هو لو مات يرثك؟ لا. طيب الثالث النسب، القرابة، ويرث به الفروع والأصول والحواشي. فروع تتفرع منك، والأصول إيش أصلك؟ قال: أصلي فلان ابن فلان ابن فلان. سيأتي معنا. مفهوم؟ نعم. أصلها ثابت وفرعها في السماء. والحواشي سيأتي معنا، خلاص، الإخوة الأعمام وكذا. طيب عندنا سبب رابع وهو بيت المال، وهم يعني ما يذكر هذا السبب في الغالب. لماذا؟ لأن عنده مشكال في انتظامه، يقول هذا غير منتظم بيت المال. لأن البعض، هذا يقول، أنا لا أقول هذا، البعض يقول لأن الحكام في زمن المؤلف كانوا يأخذوا من هذا بغير حق، فقالوا هذا أي بيت المال غير منتظم، والحمد لله منتظم. نعم. وحسابهم على الله. نعم. إذن الأسباب في الحقيقة أربعة: نكاح، ولا، نسب، بيت المال. نعم. قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين. الآن
المانع ما يأتي إلا بعد قيام السبب، انتبه، المانع ما يأتي إلا بعد قيام السبب. يعني هل أنا ممنوع من الإرث من الشيخ سعد؟ لا، لابد أولا أقيم السبب ثم بعد هذا يأتي المانع، مفهوم؟ تمام. الموانع ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. الآن جاء إنسان الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ سعيد وقال أريد أرث من والدي رحمه الله بعد عمر طويل في طاعة الله، عندك سبب؟ قال نعم أنا ابن. إذن وجد السبب. الآن إذا طرأ مانع يمنع من الإرث. الموانع ثلاثة: الرق، فالرقيق لا يرث. لماذا؟ لأنه لو ورثنا الرقيق ورثنا السيد صاحب هذا العبد، والسيد أجنبي عن الميت. رق وقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طب هل يتوارث الكفار من بعضهم؟ اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، لقول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب نعم، تفصيل إخواننا في المسائل نحن لا نريد، إحنا الآن نريد فقط نضبط أصول العلم، خطوة ثانية ثالثة تصل للعلم، مفهوم؟ إذن عندنا أسباب الإرث ثلاثة، سبب مختلف في بيت المال، موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. بعض من يؤلف الفرائض يقول الموانع كم؟ مراجعة هذه لك، كم؟ سبعة. كيف أحفظها؟ سهل جدا، عش لك رزق. الموانع عندهم جمعت في كلمة، يعني لو تعيش ترزق، وهناك لو تعيش تدوم، خلاص هناك. طيب تمام، عش لك رزق، هذه موانع الإرث عند المالكية. موانع الإرث عند المالكية كم؟ سبعة. خلينا على التخفيف، كم عندنا مانع؟ ثلاثة أحسن. يلا امشي. شاء قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. نعم. قال رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. لابد من مراجعة هذا التبويب، هل هو من المؤلف أو لا؟ طيب، الظاهر من المؤلف، الظاهر، لأن مع النظم ما يتضح المقدمة هذا محقق ذكر. ممكن إيه نعم، لكن الرحبية لا، الرحبية التبويب ليس من المؤلف قطعا، خلاص. طيب أركان الإرث لابد ثلاثة أركان. الآن هذا المسجد مثلا، تقول هذا المسجد قائم على أربعة أركان، لو أسقطنا ركن انهار البناء، صح؟ إذن حتى يعني يكون هناك إرث، يعني عملنا نحن الآن لابد فيه من لابد من ثلاثة أركان، لابد من ماذا؟ اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. يعني لابد يكون عندنا ميت، ولا بد يكون في ورثة، ولا بد يكون في تركة. إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة ليس هناك إرث أصلا. نعم، واضح هذا. نعم. قال رحمه الله: باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. يعني الآن لا بد نثبت موت فلان، وكيف هذا المسألة؟ طيب مات ودفناه وصلينا عليه؟ لا، لأنه ممكن عندنا يكون مفقود، ويرجع الورثة إلى من؟ إلى القاضي، والقاضي يحكم بوفاة هذا الرجل ويحصل بعد هذا الإرث. نعم. الآن عندنا مش إشكال أيضا في بقاء الوارث بعد موت المورث، كيف؟ لأنه ممكن في حادث مروري، توفيت العائلة كلها في حادث مروري، فماذا نصنع؟ كيف نورث؟ هل نورث الإبن من الأب، الزوجة من الزوج، وهم في سيارة واحدة؟ ننظر، نسأل مثلا الهلال الأحمر، الشرطة، من يعني كان فيه حياة؟ قالوا أول من مات الزوج اللي هو الأب مثلا، ثم الزوجة، ثم بعد هذا الأولاد. أصبحت الآن عندنا مسألة مناسخات. أما إذا لم نعرف أن هذا مات قبل هذا فلا تورث زاهقا من زاهق، لا الزوج يرث من الزوجة ولا الزوجة ترث من الزوج، كذلك الأولاد.
مفهوم؟ يأتي إن شاء الله. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى قضاء، والقاضي يحدد هذا، أنه فلان تحقق لدينا أن أول من توفي الأب مثلا فلان ابن فلان، طبعا هو ما يكتب الأب، وهذا أكبر خطأ عندنا، أكبر خطأ عندنا في الإرث أنك تسمي تقول فلان أب. أب لمن؟ أب للابن. طب للزوجة؟ هو زوج. طب لي أنا؟ أخ شقيق. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب من يرث من الذكور. من يرث من الذكور 15. انتبه، هذا ما يحتاج إلى كتابة. إذا العلم دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، يدخل مشوش ما يخرج. أركان الصلاة: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، السجود على أعضاء السبعة، نعم، والتشهد الأخير. يا رجل يمكن يظل ساعة الآن وما يذكر لك أركان الصلاة. أما طالب العلم أركان الصلاة، قال القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، خلاص تقول جزاك الله خير. مفهوم؟ فترتب الوارثين من الذكور، تقول الابن وابن الابن والأب والجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، زوج معتق. انتهينا، مرتب بإذن الله متى شئت يخرج ترتيب. أما يأتي يقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة، العم الشقيق، وبعد قال والأخ الشقيق، يا سلام، طب متى ننتهي؟ ما يصلح هذا، هذا ما هو علم. الوارثات من النساء: بنت، بنت ابن، أم، جدة لأم، جدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الزوجة والمعتقة. مفهوم؟ نعم. بهذا خلاص يعني انتهي العلم. ترتب بإذن الله أي وقت تسأل عنه. قلنا هذا أهم شيء في المواريث عندنا هنا الآن، لأنه ممكن يسألك يقول عمة شقيقة ترث؟ لا ما ترث. ابن أخ لأم ما يرث، الجد لأم ما يرث، مباشرة ضبط الوارثين والوارثات، انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ له، يعني أبو الأب، لأن عندنا جد أبو الأم ما يرث. نعم. فالعم وابن له ما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. نعم، يعني شقيق ولأب، أخ شقيق وأخ لأب، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، والأخ لأم فقط، ابن أخ لأم لا يرث. والعم الشقيق والعم لأب، وابن عم الشقيق وابن عم لأب، العم لأم وابن العم لأم لا يرث. إيش معنى العم لأم؟ تعدد. الجد يكون تعدد، وهذا التقى مع الميت في الأب والأم شقيق، التقى معه في الأب هذا لأب، التقى معه في الأم فقط هذا أخ لأم. نعم. أو عم لأم، هذا التقى مع الجد. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث من الإناث. نعم. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم، والزوجة الجدة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحققا، يعني المعتقة. طيب، قلنا من النساء 10، البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب، وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والزوجة والمعتقة. بعض الفقهاء منهم شيخنا الشيخ عمار رحمه الله تعالى يقول، يعني عند الشافعية، لأنه مالك المذهب، يمشي على مذهب مالك في الإرث، يقول الشافعية كيف يقول الوارثات من النساء 7؟ لا حصر لهن، لأنه كل جدة أدلت بوارث ترث، فيقول لماذا يقول 7؟ المفروض يقول ما لا نهاية. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض المقدرة في كتاب الله 6، وانتهى الأمر. انتبه يا شيخ، سهل جدا. إذا ما تحفظ الفروض المقدرة في كتاب الله، هكذا تحفظ، تأتي من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى. هنا نصف وهنا ثلثين، نصف وربع وثمن، ثلثان، ثلث، سدس، انتهى. هذا الترتيب، نمشي على هذا الترتيب فقط، من أعلى إلى أدنى. نصف ونصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، ثلثان ونصف الثلث ثلث، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس.
يأتي سهل جدا. احفظ أنت الآن سيأتي كيف جاء النصف، نصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، ثلثان، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. مفهوم؟ نعم. هذا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، هذا المتفق عليها. خلاص عندنا أصل فرض مختلف فيه وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. يقول الإرث عندنا إما إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب. إرث بالفرض الزوج فرض إما النصف أو الربع، أو إرث بالتعصيب الابن عاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. لماذا نقدم الفروض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى، يعني في كتاب الله. نعم. ربع وثلث نصف كل ضعفه، ولاجتهاد غير ذي مصرفه. انتبه معي، هو أتى من المنتصف، احنا قلنا من أعلى إلى أدنى، وممكن من أدنى إلى أعلى، وممكن من الوسط ثم ضعف ثم نصف، فهو جاء على الوسط. هنا كم؟ ربع، وهنا ثلث. ضعف الربع نصف، نصف، ونصف الربع تمام، وهنا ثلث. الضعف ثلثان، والنصف وانتهى. مفهوم؟ لكن قلنا احنا احسن ناتي من فوق. لماذا احسن؟ سياتي الان، لان تمشي هكذا احسن: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة. الآن نأخذ من يرث النصف ومن يرث الربع ومن يرث. يا أخي اترك الكتابة يا شيخ، يا أستاذ اترك الكتابة أخوان، والله سهل هذا العلم. والشيخ سعيد قال يعني دورة ندرس في الفراض ننتهي ثلاثة أيام، الحمد لله سهل جدا، ولا يحتاج تحضير ولا كتابة والله ولا شيء. أصحاب النصف خمسة، أصحاب الربع غرفة الزوجية، زوج زوجة انتهينا، والثمن غرفة الأرامل، والثلثان هم أصحاب النصف عدد الزوج إذا كانوا جمع، والثلث اثنين، الأم والإخوة لأم، والسدس سبعة، انتهى الإرث. والله لو ضبطت هذه المسائل ضبطتها انتهى الإرث. أي تركة بإذن الله تقسمها. نعيد من جديد، أصحاب النصف كم؟ خمسة، وأصحاب الربع غرفة الزوجية اثنين، زوجة زوجة، وأصحاب الثمن غرفة الأرامل زوجة فأكثر، إلى أربعة طبعا، ما يمكن فأكثر، أكثر من أربعة ما عندنا في الإسلام. تمام. الثلثان هنا هم أصحاب النصف عدا الزوج، أصبحوا كم؟ أصحاب النصف خمسة، حذفنا الزوج أصبحوا كم؟ أربعة، هذا أصحاب الثلثين. وأصحاب الثلث نفس أصحاب الربع، مو نفس، هنا الزوج أو الزوجة فأكثر، وهنا اثنين، الأم والإخوة لأم اثنين اثنين. خلاص أصحاب السدس سبعة، أعدهم: الأب والأم والجد والجدة، هذا الكم؟ أربعة، بنت ابن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم، هذا سبعة، انتهينا منهم. لا يا أخواننا، ممكن تراجع بعد الدرس وتحفظهم، تأتي للشيخ سعيد قل أصحاب السدس كم؟ قل سبعة، أنا أذكرهم لك، تقول هكذا. علم يحتاج هذا السلف الصالح إخواننا، نضيع أوقاتنا الآن بالقيل والقال والبحث عن السلطان وعن غلاء الأسعار وكذا، تعال وقسم الإرث. مفهوم؟ نعم. أعيد: هبا دبز، هذا الخلاصة. إيش؟ هبا دبز. الها خمسة، والباء اثنين، والألف واحد، والدال أربعة، والباء اثنين، والزاي سبعة. هذول أصحاب الفروض. أعيد؟ نعيد يا إخواننا، ما عندنا إشكال، إحنا جئنا الآن حتى نضبط أصول الفرائض. إذن عندنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: نصف خمسة، ربع غرفة زوجية انتهينا منهم، أسهل شيء، أسهل شيء الزوجين، والثمن غرفة أرامل، والثلثان أصحاب النصف عدا
الزوج إذا كانوا جمع، الثلث الأم والجمع من الأخوة اليوم، وأصحاب السدس سبع، الأب والأم والجد والجدة، بنت الإبن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم أخ أو أخت لأم فقط منفرد، إذا جمع أخذ الثلث. انتهينا من أصحاب الفروض. نعم، إذا تريد فصل أكثر فصل أكثر، إحنا نبغى نضبط أصول المسائل بس. نعم، بقي معنا أخذنا الفروض المقدرة، ومن يأخذ هذه الفروض، سيأتي الشروط بإذن الله تعالى. يبقى معنا أصول المسائل، أصول المسائل عندهم أصول للمسائل، يعني المسألة الآن من كم المسألة، أي مسألة فيها فرض من هذه الفروض الستة ما تخرج عن أصول كم؟ سبعة. أصول المسائل كم؟ سبعة، 2 3 4 6 8 12 24، كم هذه؟ سبعة. واضحة بإذن الله. كم؟ 2 3 4 6 8 12 24. انتبه معي، مسألة فيها اثنين الآن، الاثنين ايش فيها؟ بدون كسر، نصف. نصف الاثنين كم؟ واحد. إذن أي مسألة فيها نصف من كم تكون؟ من اثنين. انتهينا من الاثنين الآن، تعال الثلاثة، الثلاثة فيها نصف؟ واحد ونص، لا ما يأتي. فيها ثلث وثلثان، إذن أي مسألة فيها ثلث؟ ثلثان من ثلاثة. تمام، ما أربعة، الأربعة ايش فيها؟ فيها نصف وفيها ربع، إذن أي مسألة فيها نصف وربع تكون من؟ انتهينا من أربعة. تعال الستة، فيها نصف؟ نعم. فيها ثلث؟ نعم. فيها ثلثان؟ نعم. فيها سدس؟ أربع أشياء صح؟ نصف الستة وثلث الستة اثنين، والثلثان أربعة، وسدس الستة واحد. تمام، تعال للثمانية، نصف الثمانية أربعة، وربع الثمانية اثنين، وثمن الثمانية واحد. انتهينا منها، فيها ثلث ثلثان؟ لا. تعال للاثنى عشر، اثنى عشر فيها خمسة، فيها النصف كم؟ ستة. طيب، والثلث أربعة، والربع ثلاثة، والسدس اثنين، والثلثان الثلث كم؟ الثلث أربعة، والثلثين أربعة زائد أربعة ثمانية، إذن خمسة أشياء فيها، 24 فيها كل شيء، نصف 24 12، والربع ستة، والثمن ثلاثة، والثلثان 16. كيف ستة؟ كيف تجي ستة؟ 24 ثلثها كم؟ ثمانية، الثلثين ثمانية زائد ثمانية 16. تمام، إيش بقي معنا؟ السدس، سدس 24 كم؟ أربعة. يا إخوانا جدول أربعة فقط، ما لا تزيد عن جدول أربعة. أعيد لا إشكال. اثنين فيها نصف، نصف الاثنين واحد، الثلاثة ثلث الثلاثة واحد، وثلثي الثلاثة اثنين. انتهينا، تعال لي الأربعة، فيها نصف وربع، نصف الأربعة اثنين، وربع الأربعة واحد، كم؟ ستة. نصف ثلاثة، ثلث اثنان، ثلثان أربعة، سدس واحد. تعال الثمانية، فيها نصف وربع وثمن، نصف الثمانية أربعة، وربع الثمانية اثنان، وثمن الثمانية واحد. أما الستة فيها النصف ثلاثة، والثلث اثنان، والثلثان أربعة، والسدس واحد. انتقل إلى اثنى عشر، فيها خمسة أشياء قلنا، فقط الاثنى عشر ما فيها الثمن، والأربع عشرين فيها كل شيء، مفهوم؟ تمام، تعبت؟ اسمع ارتاح، أي مسألة تصعب عليك اجعلها من 24 ولا إشكال، وخلاص وارتاح. إيش رأيك يا شيخ؟ يصح؟ وإذا انتهيت اختصر المسألة. صعبة هذه المسألة؟ مفهوم؟ أي مسألة فيها فرض وتعبت ما عرفت تكتب أصل لهذه المسألة، حط 24 وارتاح، خلاص يا شيخ؟ أيوة، الحمد لله رب العالمين. لكن فترك تطويل الحساب ربحه، تضع من 24 ثم آخر شيء اختصر، المسألة صحيحة 100%. مفهوم؟ تمام، يلا يا شيخ.
قال رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى: ربع وثلث نصف كل ضعفه والاجتهاد غير هذه مصرفه. نعم. قال رحمه الله: باب من يرث النصف. الله أعلم، نقف هنا، إيش رأيك؟ طيب أخوانا، إحنا الآن نقف عند هذا، نريد نراجع الآن، وغدا بإذن الله أسمع لكم شيء يسير، ما هو كثير. ماذا أخذنا اليوم؟ من يقول؟ ها الشيخ هناك تكتب، إيش أخذنا اليوم؟ يا أستاذ أترك الكتاب، أوقف، معلش أوقف، أوقف، ها ماذا أخذنا؟ أي شيء يحسن السكوت عليه. أسباب الإرث كم؟ أي شيء يقول، ما مشكلة. ثلاثة، وهي نكاح ولا ونسب. عندنا سبب رابع مختلف فيه هو بيت المال. نعم، أوقف، أنت واقف شو أحسن. ها لا لا أترك الكتاب. موانع الإرث كم؟ ثلاثة، رق وقتل واختلاف دي. لا 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 تدخل على السبع عند الملكين، انسى هذا، انسى هذا الأمر. نعم، أوقف. الأنصبة، الفروض، الفروض كم؟ ستة، نصف وربع وثمن، ثلثان، ثلث سدس. نعم ها أخوانا، نعم الشيخ. تدوم، تجهيز أولا، ثم الديون المعلقة، ثم المرسلة، والمرسلة لله وللآدمي، وصية بالثلث فأقل لغير وارث، ميرا، الحمد لله. نعم ها الشيخ، ما تذكر شيء؟ سبحان الله أخواننا، أنا لي ساعة أتكلم. ها يا أستاذ أوقف، أنت واقف. نعم، أصحاب النصف كم؟ وأصحاب الربع، أسهل باب هذا، غرفة الزوجية هذا ما تنسى، لكن ما لا يمكن يجتمعوا أبدا، لابد يموت واحد حتى يرث الآخر، صح؟ تمام. ثم الثمن، غرفة أرامل، ثم الثلثان، هم أصحاب النصف عدا الزوج كم؟ أربعة، والثلثان اثنين، والسدس الحمد لله. غيره إخوانا، نعم الشيخ. من يرثون من الرجال؟ الوارثين من الذكور 15، ابن الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد. من أقرب لك؟ أقرب لك الأب، أقرب من الأخ. الأب والجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج والمعتق. النساء، لأني أنا ذكرت النساء، من يذكر؟ إخوان وارثات. نعم، وانت واقف. بنت، بنت الابن، والأم والجدة لأم والجدة لأب. مستعجل على الزوجات، أخت شقيقة، أخت لأب، وأخت لأم، والزوجة والمعتقة. نعم ها أخوانا، من يعيد؟ من يعيد؟ يعني مثلا ربما بعض الإخوة لا يحفظ الوارثين، فيعني من التسهيل مثلا أن يأتي إلى أسباب الإرث، يقول مثلا السبب الأول الولاء فيقول المعتق مثلا، ثم السبب الثاني الزواج فيقول الزوجة مثلا إذا كانت إناث، ثم بس أنا خاف أنه يقدم الزواج، هذه مشكلة، يقدم الزوجة مشكلة، يعني يبغى يموت، لأنه في الإرث إشكال تقدم الزوجة، مفهوم؟ ما تقدمها، اجعلها آخر شيء. هذا إشكال. من يعيد علي يا إخوانا، الوارثين أو الوارثات؟ هيا شيخ بسم الله حاول. إيه نعم، وارثين، ابن وابن الابن وان نزل، والجد له وان علا، اخ شقيق، اخ واخ وابن اخ شقيق وابن اخ لاب، والعم الشقيق والعم لاب، وابن عم الشقيق وابن عم لاب، والزوج والمعتق ذو الولاء. العم لام يرث؟ ابن الاخ لام؟ ها ابن الاخ لام؟ ايه لا، الاب الام جد، طبعا جد لكن لا يرث. تمام، الله يفتح عليك. النساء، ها يا استاذ انت في خلف، بسم الله
حاول. إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكر أنت يا شيخ؟ بس عن نظم أحسن. الوارث من الإناث الأم، بنت وبنت ابن لا تؤم، والزوجة والزوجة الجدة من الجهتين، الأخت مطلقة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، ومن لها الولاء قد تحقق. اسمع إخواننا، هذه ثمرة حفظ النظم. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في كتاب الطهارة، مسألة واحدة، فالطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة بابنا المياه، المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. في الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. أخذ يسرد يسرد، قرأ الكتاب، كتاب الطهارة كاملا، المدرس يعني يتفرج. ثم عندما انتهى من كتاب الطهارة كاملا قال: يا أستاذ، خذ ما شئت ودع ما شئت، احفظ. اي نعم، فكل حافظ الإمام تحفظ النظم، خلاص انتهى الأمر. إخواننا، يعني هؤلاء العلماء، علماء الإرث وكذا، ملائكة بشر، لكن اجتهد وحفظ، يحفظ ويضبط. لكن أنت ما تريد تحفظ، كيف تصل؟ طيب لازم نحفظ إخواننا، لازم نحفظ، وهذا ثمرة الحفظ. ليش الآن اخترنا النظم؟ لأن النظم سهل عليك. قال: هذا أنا بيت واحد أحفظ الوارثة، بيت واحد أحفظ الوارثين، خلاص انتهى الأمر. أما ما تريد تحفظ تقول والله الفرائض صعبة، والله ما هي صعبة، صعبة أنا أدرسها؟ سبحان الله. نعم والله سهل إخواننا، والله سهل، ما تحتاج شيء، لكن الشدة، شدة في الحفظ، لابد نحفظ. أي نعم، بدون حفظ لا. نعم، يعني في الفرائض شيخنا بيركزوا على قضية الحفظ، فالرحبي بقول: والثلثاني وهم التمام فاحفظ، فكل حافظ يمامه. نعم. وفي الخليفي في التتمة إيش بقول؟ فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ، وقل يا ربي زدني علما. أي نعم. في منظومة شيخنا لواحد اسمه الفارض الحنبلي، فقال فيها: وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ، وحشو الرحبي سكره. بركز على قضية الحفظ. هذا هو إخواننا الحفظ. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. أنت ما يعقل تسأل الشيخ سايد مثلا، تقول له: يا شيخ سايد، الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ قال: والله ما رجعت. تقول: أنا غلطان أسألك، أنا غلطان أسألك. صحيح، عندنا في بعض حلقات تحفيظ القرآن، إذا كان الشيخ يسمع للطلاب من مصحف قال: جيبوه، يجيب المدرس يختبروه، نجح في الاختبار أرجعوا مدرس، رسم فصلوا ورجعوا طالب. هي ما يعقل إخواننا. صحيح بعض المشايخ عندنا يسمع المصحف لا إشكال، لكن ضابط. فما يعقل أن يجيك إنسان يقول: الوارثين من الذكور الابن، وابن أخاف أن يراني أحد يقول هذا، ما يمكن. تقول: يا أخي روح أحفظ أنت أول، كيف أنا أحفظ أنت ما تحفظ؟ مفهوم الشيخ؟ لازم هو يحفظ أولا حتى أنت تحفظ. أخواننا مسائل سهلة والله، يعني هذا اللي أخذنا اليوم بقي معنا غدا: متى يأخذ الزوجة النصف، ومتى تأخذ الزوجة الربع، ومتى تأخذ الزوجة فأكثر الثمن، وانتهت الفرائض. بقي معنا أيضا التعصيب، درس غدا إذا انتهينا منه انتهت الفرائض. درس اليوم الثالث إن شاء الله تعالى هذه مكملات، يعني غدا بإذن الله تستطيع تقسم تركات، لكن تركات ليست واقعية، تركات وهمية هنا أسئلة، مفهوم؟ أما تقسيم التركات لا، يحتاج مراجع. حتى نحن الآن عندما نقسم تركات أرجع للشيخ سايد راجع لي هذا المسألة، يقول: كيف راجع لك؟ تراجع لي إيش الإشكال، لأنه يترتب عليه حقوق، فهمت الشيخ؟ هو يقسم تركة يرسلها لي، ما في إشكال، راجع هذه المسألة مثل التحقيق للمسألة، لا إشكال في هذا. فأخواننا الله يرضى عنكم، غدا نسألكم عن هذه المسائل اللي ذكرنا اليوم. أنا أعيد الآن: الأمور الواجبة عند الوفاة تدوم، وانتهينا. يعني لو قال لي أي طالب غدا أمور واجبة عند الوفاة تدوم، انتهى الأمر. تاء تجهيز بالمعروف، مؤن التجهيز بالمعروف، دال ديون معلقة، ثم مرسل لله ولآدم، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم
الإرث، انتهينا. أسباب الإرث ثلاثة، لا تقول أربعة، نكاح ولا ونسب. موانع الإرث ثلاثة، لا تقول سبعة، خلاص، رق وقتل اختلاف الدين، وارثين وارثات، أصول المسائل سبعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، واثنى عشر، أربعة وعشرين. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، والربع غرفة الزوجية اثنان، والثمن غرفة الأرامل الزوجة فأكثر واحد، والثلثان أصحاب النصف عدد الزوج أربعة، والثلث الأم والجمع الأخوة الأم اثنين، وأصحاب السدس سبعة، الأب والأم والجد والجدة، ولد الأم، أخ وأخت لأم، بنت الإبن فأكثر، أخت لأب فأكثر. انتهى الإرث. هذا اللي أخذنا اليوم، شيء يسير والله أخوانا، نكمل والله شيء يسير أخوانا. يوم الجمعة، ها؟ يوم الجمعة الشباب، يوم الجمعة خير إن شاء الله. هو هذا الآن عندنا، يقول من حبك دبك. والله اللي يحرص عليك يقول احفظ، وانت مقصر، وانت ترى لازم، جنة هذه ليست بلعب، صح؟ ولازم تحفظ ولازم تراجع، وليش مقصر؟ وينك يا شيخ سعد؟ لماذا لا تدرس هذا العلم؟ قد يذهب عليك، ولازم تصنع ولازم تصنع ولازم تصنع. هذا المحب لك. أما اللي يقول لك يا عمي الآن في جهاز، في برنامج إرث يقسم تركات، وش نريد بالشيخ سعد؟ جهاز البرنامج موجود، دخل الورثة ودخل التركة، ضغطة زر واحدة يخرج لك كل شيء. طيب ممكن هو يدخل الزوج يكتبه أب، صح أم لا؟ لأنه أكثر الناس اليوم يقول توفي والدي. طيب إحنا ما نبغى والدك، نبغى ميت وبعدين ننظر القرابة. طيب ممكن والدي من الرضاعة يرث؟ هو مسكين هو، لأن هذا يعني معليش، يعني هذا الكمبيوتر الآن ما يفهم شيء، هو ما يقول لك هذا أخ لأب أخ لأم. أحيانا بعضها يسألك، لكن ممكن قال أنا ابن، هو ما يسأله، ممكن ابن من الرضاعة، صح؟ وإحنا نحقق الآن مع هذا، لأن الآن شيء يسميه عندنا القضاء يسموه حصر ورثة، حصر ورثة بعد عمر طويل في طاعة الله. توفي الشيخ سعيد، نكتب 25 وارث ونجي نجيب 2 شهود. تعرف سعيد؟ وعائلة سعيد؟ قال نعم. تعال، اسمك فلان ابن فلان، شهد لدي أنا القاضي فلان ابن فلان، فلان ابن فلان في يوم كذا كذا أنه قد توفي بعد عمر طويل في طاعة الله الشيخ سعيد، وانحصر إرثه فيه. عنده زوجة؟ قال نعم. اسمها؟ قال سعاد. كتبنا سعاد. طيب نمشي على الورثة، الوارثين وارثات. عنده ابن؟ قال نعم، عبد الرحمن. غيره موجود؟ قال لا. طيب ابن تكتب كل شيء وبعدين تحجب. ابن الابن؟ قال لا ما في. الأب؟ قال نعم موجود. قال نعم موجود. كتبنا الجد كذا كذا كذا، تكتب الوارثين والوارثات، مفهوم؟ ثم بعد هذا نبدأ بالحجب. فالكمبيوتر الآن ما يفهم بعض الأشياء عندنا أحيانا، يعني الآن صحيح في البرامج الجديدة صنعوها الآن في الإرث، لكن إخواننا تعطل علم كامل. طيب خليه يصلي عنك الآن ويصوم عنك، صدق والله. بعض الناس عندنا الآن يصنع كل شيء، حتى القرآن الآن، القرآن بعض الأئمة ما يحفظ، ليش؟ قال عندي مكان السجود الشاشة، صلي بها التراويح. والله حتى قال لي أحد الشباب، يقول أنا ما توقعت أن يوجد أحد يصلي التراويح بلا مصحف، من كثرة ما أرى الأئمة عندنا، أي عندهم مو عندنا نحن الحمد لله، يقول من كثرة ما نرى الأئمة عندنا ما رأيت إمام في حياتي قط يصلي التراويح إلا من مصحف. عجيب والله، عجيب إخواننا. فأخوانا ما نريد نصل لهذه المرتبة، مفهوم؟ ثم الكمبيوتر قد يأخذ وقت، بإذن الله تحل في ثواني المسألة وتخطى الكمبيوتر. كان عندنا بعض الشباب أحيانا في الجامعة يقول للشيخ للدكتور يقول خطأ المسألة، فتضبط المسائل وتمشي على هذا، لا تقتر، لا
لكن لابد من حفظ. ثم الجنة إخواننا هذا طريق الجنة، وقل ربي زدني علما، ما قال زدني مالا زدني كذا. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. هو فرضي، أسبوع واحد تتعب معنا وتصبح فرضي، نعم يا رجل. طيب موعدنا غدا إن شاء الله. إذن الكل يسأل غدا إن شاء الله تعالى، والمؤمنون على شروطهم، عندنا 3 أيام، اليوم وغدا وبعد غدا إن شاء الله تعالى، لا يتغيب أحد، لأن العذر عندنا في الغياب معروف عند شيخنا الله يرحمه الشيخ الزليفاني، العذر للغياب ما هو؟ الموت. كان الشيخ عندنا رحمه الله ما يقبل أي عذر إلا الموت، يقول فلان مات خلاص يعذر، غير كذا والله ما يعذر ولا يمكن يعذر، الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خير.